مرحب من لبنان، تفضل. كيفك حال الشيخ؟ ان شاء الله مرتاح. حياك الله وإياك، تفضل. الله يحييك دائما، هيك منور. فضلت الشيخ، انا حقيقة مرات لما احس بالتعب انظر الى وجهك الكريم البشوش، لان النظر الى وجه العالم عبادة. عندي سؤال فضلت الشيخ، انا كنت في حرب. تفضل. انا كنت في حرب تموز، كنت اساعد الروافض في حزب الله، هل اؤثر على ذلك؟ اما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، بس عفوا حقيقة، هل عدت من ذلك؟ هل عدت الى رشدك وتبت الى الله من هذه المساعدة؟ نعم، كنت اساعدهم ضد اسرائيل، هكذا كان نيتي، هل احاسب على هذه النية؟ انه كان يساعد الرافضة عندما كانوا يدعون انهم يحاربون اسرائيل معتقدا انهم على حق، وهذه المساعدة من سماحة الشيخ، هل يأثم عليها وقد عاد وتاب؟ انت اذا كان قصده هذا عن جهل منه، لعل الله يمنع بالتوبة النصوح، وإلا الحقيقة خطير مساعدة الرافضة على المسلمين، هذا ما يجوز، لأن معاونة غير المسلمين من نواقض الإسلام. لكن أرجو إن شاء الله أن يتوب إلى الله مما حصل ويستغفر ويتوب إليه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ.